كغيره من آلاف الرياضيين حول العالم، تعايش بطل الملاكمة الأردني عبادة الكسبة مع الواقع الذي فرضه فيروس كورونا، واقع صعب لم يوقف استعداداته للمشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجل للعام المقبل. ومن عمان ينضم إلينا بطل الملاكمة الأردني عبادة الكسبة. عبادة، مرحبا بك معنا في سكاي نيوز عربية. يعني حضرتك ملاكم متأهل لأولمبياد طوكيو 2021، اليوم كرياضي محترف يواجه أزمة فيروس كورونا كحال العالم أجمع، أخبرنا كيف تقضي فترة الحجر المنزلي وكيف أثر بقائك بالمنزل على تدريباتك الرياضية؟ يسعد مساك كريستينا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اول شهر خطينا فيه هو احنا كانت البطوله صار معنا راحه، بعد الشهر الثاني للازمه كورونا كنا باشرنا مع المدرب وصار في مع بعض الخمس اللاعبين المتاهلين كنا نتدرب مع بعض في برنامج مع بعض برنامج في زوم عشان نتمرن كل يوم برنامج داخل البيت. طيب عبادة، اليوم تقول أنك يعني تحدثت مع المدرب وتتمرنون ضمن مجموعة على أو عبر تقنية الفيديو، هل باعتقادك هذا التمرين اليوم يغني عن التمرين الشخصي الذي تقوم به مع زملائك مع مدربك الخاص وجها لوجه؟ هل النتيجة هي ذاتها؟ طبعا احنا اول هي مرحله خطنا هي مرحله التاهل هي الاصعب، بس احنا بمرحله جديده بدنا نعمل من نبني من اول جديد، يعني احنا بدنا نرجع من اول جديد درجه درجه، احنا اصلا بدنا نعمل 50% يعني داخل البيت، يعني مش 100%، بس بنحافظ على العضليه، بنحافظ على الجسم، رشاقه، المرونه، بنحافظ فيها على الاقل شيء يعني داخل البيت، ويعني احنا بنكون 100% بالفورما. احنا نرجع من اول جديد لانه اول مرحله هي التاهل اللي كانت صعبه والحمد لله تاهلتها، انا مرتاح نفسيا واللعيبه مرتاحين نفسيا الان. الان احنا نتجهز للميداليه في طوكيو ان شاء الله، احنا مرتاحين نفسيا و 50% حافظين على الرشاقه وعلى المرونه واللياقه والبوكس. هذا ان شاء الله بعد ما تروح ازمه كورونا ان شاء الله عن قريب راح ان شاء الله نخطاها ان شاء الله. عبادة، يعني اولمبياد طوكيو 2020 كما نعلم تاجل الى العام المقبل بسبب فيروس كورونا، كيف تلقيت هذا الخبر؟ هل ربما يعني احبط ام تلقيته ايجابيا، بمعنى انه لديك الان المزيد من الوقت للتدرب وحتى تطوير الاداء؟ انا بالعكس لما سمعت الخبر الحمد لله احنا بلدنا مسيطرين على وضع المرض اللي عندنا اللي صار الوباء العالم كله اللي صار فيه، ان شاء الله احنا بالاردن ان شاء الله راح نتخطى هاي المرحله انه ما ضل عندنا ان شاء الله مرض يعني كله مسيطرين عليه. لما تاجلت كسنه قلت راح نتمرن صح وراح نستعد اكثر لها، راح يكون في معسكرات اكثر، راح يكون فيها استعداد اكثر ان شاء الله لطوكيو لسنه نكون مستعدين اكثر. أكيد. ماذا عن الجانب النفسي عبادة؟ يعني اليوم هل مررت ربما بأوقات ضعف أو حتى ضغط، خاصة أنك اليوم رياضي وملاكم محترف، كيف تخطيت هذا الشعور؟ طبعا الحمد لله أنا من عائلة رياضيين، أنا الحمد لله من عائلة رياضيين بدعموني نفسيا، أي شيء بتسمع أي شيء، والدي، أنا عندي والدي مدرب وإلي كمان عمي، وحاليا والدي حكم دولي،
وأنا من عائلة رياضيين من إخوتي كمان ومن عمتي كمان المتأهلة الأولمبياد معي الأولمبياد طوكيو. إحنا من عائلة رياضيين ندعم بعض نفسيا، أي إشي بصير ضغط مع بعض إحنا بنوقف مع بعض، وإن شاء الله إحنا نعمل ميدالية للأولمبياد إن شاء الله للأردن للعرب كامل بشكل عام إن شاء الله، ونرفع إن شاء الله بلدنا. طيب يعني اليوم تتحدث كثيرا عن الأولمبياد وهذا الأهم، رغم هذا الواقع الصعب الذي فرضه فيروس كورونا، استعداداتك للمشاركة في الأولمبياد لم تتوقف، ماذا عن توقعاتك الرياضية للفترة ما بعد يعني كورونا إن شاء الله؟ هل برأيك اليوم الحجر المنزلي سيفيدك لتحقيق الإنجازات فيما بعد؟ طبعا مش كافي التمرين في داخل البيت، احنا ان شاء الله يعني راح نتخطى هاي المرحله، اذا بنضل الوضع طبعا يضل الوضع اللي هيك داخل البيت مش راح واحد يكون استعداده 100%، مش راح يكون كافي. احنا قلت انا قلت انه اول شغله هي مرحله التاهل اللي تاهلتها الحمد لله، هي المرحله الثانيه اللي نلعب في المشاركه في الاولمبياد. اذا بضل الوضع يعني انه نتدرب داخل البيت مش راح يكون كافي التدريب، بس كأنا عني كنفسي أنا بتدرب يعني وكلاعب نتدرب تقريبا 50%، وإحنا يعني أنا رجل عسكري ورجل أمن عام، اضطريت يعني في لصالة يخلوا لي إياها لحالي يعني أو للعيبة بتمرن بكون محافظ على لياقتي، بس العالم كله هذا الوباء الكامل يعني مش بس على بلدي أو على بلد واحدة، على هذا شامل الكل. صحيح، شكرا يعني شكرا جزيلا على هذه المشاركة. كان معنا بطل الملاكمة الأردني عبادة الكسبة، حدثنا من عمان.